غفر الله له رحمة. الدكتور علي جابر أول ما التقيت به حينما قدمت بعد حصولي على الابتدائية عام 1387 التقيت به. أنا جئت في المدينة بعد 1386، يعني في عام 1387 وصل فضيلة الشيخ خليل القاري من مكة رغبة في الاستمرار في التدريس في المدينة المنورة، وأكرمه الله عز وجل بأن تتلمذ عليه أعداد كبيرة من زملائنا والمشايخ الكرام، ولا زال فضيلته حفظه الله يقرئ القرآن في الحرم النبوي بعد صلاة الفجر. فكان الشيخ الدكتور علي جابر يعني عمره تقريبا 10 سنوات أو أكثر قليل، وقد حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم على يد أحد مشايخه وهو الشيخ رحمة الله قاري. ثم لما وصل الشيخ خليل عملوا حفل للمتسابقين في القرآن الكريم، وكان الشيخ علي جابر أول الفائزين في حفظ 10 أجزاء. ثم استلمه فضيلة الوالد الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري وحفظ على يدي الشيخ بقية القرآن الكريم 20 جزءا، وتعلم على يديه النغمة الحجازية. وتشرفت بتكليف من فضيلة الشيخ خليل القاري بتعليم الشيخ علي جابر وتسميعه بعض الآيات والتردد بعد بعض النغمات الحجازية ليتعلم على يدي، فتشرفت بتعليمه في بعض هذه النغمات وتسميعه لبعض آيات من القرآن الكريم في فترة حفظه للقرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ خليل القاري. واستمر رحمة الله عليه اللقاء بيني وبينه إلى قبيل وفاته رحمة الله عليه، وكان مقيما بالمستشفى فترة طويلة، وكان لا ينسى ما كان بيننا من الصغر إلى آخر وقت من حياته. وكان حتى وهو في سرير المستشفى إذا رآني من بعيد يرحب بي ويلتقي بي وأجلس وإياه، فكانت الصحبة بيني وبينه قوية، ولكنه كان يتميز بذكاء قوي أكثر مني، فأنا بدأت في الدراسة قبله ولكنه هو أنهى الدراسة قبلي. فكان يجمع كل سنتين في سنة واحدة، ابتداء من تعليمه في مدرسة دار الحديث إلى أن كمل المتوسطة والثانوية، في كل سنة يدرس منهج سنتين إلى أن وصل الكلية وأنا لازلت في المعهد العلمي، ثم تخرج من الكلية وأنا لازلت طالبا في كلية الشريعة، ثم أكمل بقية الدراسة في جامعة الإمام الماجستير والدكتوراه، وتكلف بالتدريس في كلية التربية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز فترة طويلة، ثم استمر في التدريس في جدة حتى انتقل إلى رحمة الله في مرضه الأخير رحمة الله.